بسم الله الرحمن الرحيم، بنواصل معاكم شرح جزء إدارة التسويق في مادة الدراسات التجارية باللغة الإنجليزية. في المحاضرة دي هنكمل الفصل الثاني اللي هو كان بعنوان التخطيط الاستراتيجي التسويقي أو شابتر 2 استراتيجيك ماركتينج بلانينج، وهناخد برضك الفصل اللي هو الخامس بعنوان الأسواق المستهدفة اللي هو شابتر 5 تارجت ماركتس، وفي هناخد الفصل السادس بعنوان المنتجات اللي هو شابتر 6 برودكتس. بنشوف النوع الأول من الأسئلة اللي هي اختيار متعدد، فطبعا بنقول choose the correct answer to complete the following sentences. عندنا طبعا السؤال رقم 26 بنقول نقط is the marketing logic. طبعا كلمة marketing logic يعني المنطق أو الفلسفة أو المنهج التسويقي، by which الذي عن طريقه the business unit اللي هي وحدة الأعمال أو الشركة tries يعني تحاول to achieve its marketing objectives، اللي عن طريقه بتحاول الشركة ان هي تحقق أهدافها التسويقية. طبعا التعريف ده لو أول اختيار عندنا marketing objective اللي هو الهدف التسويقي، الاختيار الثاني B اللي هو marketing mix اللي هو المزيج التسويقي، C اللي هو marketing program اللي هو البرنامج التسويقي، D اللي هو marketing strategy اللي هي الاستراتيجية التسويقية. طبعا الكوريكت انسر الإجابة الصحيحة هي D marketing strategy. فبنقول marketing strategy أو الاستراتيجية التسويقية هي المنطق أو الفلسفة أو المنهج أو الطريقة التسويقية by which اللي عن طريقها business unit اللي هي وحدة الايه الأعمال أو الشركة tries to achieve بتحاول تحقيق its marketing objectives اللي هي بتحاول تحقيق أهدافها التسويقية. نشوف السؤال رقم 27 بيقول نقط is eliminating products or business units. هنا بنقول حذف، هو حذف الفراغ ده المفروض تحط فيه مصطلح معناه حذف eliminating يعني حذف اللي هي products اللي هي المنتجات او وحدات الاعمال. طبعا بنقول ايه اغلاق وحدات الاعمال او الفروع، يبقى حذف المنتجات واغلاق وحدات الاعمال او الفروع ذات ارنت بروفيتابل يعني اللي هي بتكون غير مربحه بالنسبه للشركه، اور دونت فيت ذا كومبانيز اوفر اول استراتيجي او اللي لا تتناسب او لا تتلائم مع الاستراتيجيه الكليه للشركه. فعندنا في اربع اختيارات، في عندنا ماركت سيجمنتنج وفي ماركت وفي داون سايزنج وفي ماركت تارجتنج. فطبعا نشوف هنا الاختيار الصح الكوريكت انسر از سي اللي بنسميها داون سايزنج. داون سايزنج اللي هي تصغير حجم الشركه، فبنقول داون سايزنج اللي هو تصغير حجم الشركه از اليمينيتنج برودكتس هو حذف المنتجات، اور بزنس يونتس طبعا هنا بنقول اغلاق الفروع اللي هي وحذف المنتجات اللي هم غير مربحين بالنسبه للشركه ذات ارنت بروفيتابل اللي هم غير مربحين بالنسبه للشركه، اور دونت فيت ذا كومبانيز اوفر اول استراتيجي او اللي هم لا يتناسبوا او لا يتلائموا مع الاستراتيجية الكلية للشركة. بننتقل للسؤال 28 بنقول a set of marketing tools يعني مجموعة الادوات التسويقية that the firm blends اللي هي الشركة بتستخدمهم مع بعض to produce يعني لتحقيق the desired response لتحقيق الاستجابة المرغوبة in the target market في السوق المستهدف. الكلام ده is called بيسمى ايه بقى؟ قبل ما نشوف الإجابة احنا بس نفهم القصة ايه، ان احنا دلوقتي عندنا هنا بنقول مجموعة من الأدوات التسويقية اللي الشركة بتستخدمهم معا. طب ايه هي الأدوات التسويقية عموما؟ في عندنا اربع أدوات اللي هي تخطيط المنتج او برودكت بلانينج، والحاجة التانية اللي هي برايسنج اللي هو التسعير،
والحاجة التالتة اللي هي بروموشن اللي هو الترويج، ومن ضمن أنشطته الإعلان اللي هو advertising، وفي آخر نشاط اللي هو التوزيع اللي هو بليس أو التوزيع. طيب فبنقول دي مجموعة الأدوات التسويقية اللي الشركة بتستخدمهم معا عشان خاطر تحقق الاستجابة المرغوبة، desired response يعني الاستجابة المرغوبة in the target market في السوق المستهدف. بس هنا الاستجابة المرغوبة تشمل حاجتين، حاجة اسمها creating demand for product يعني خلق الطلب على المنتج، والحاجة التانية increasing demand for product يعني ايه زيادة الطلب على المنتج. الكلام ده مجموعة الادوات دي بنسميها ايه بقى، اللي احنا قلنا عليها product planning والتخطيط المنتج، والبرايسنج اللي هو التسعير، والبروموشن اللي هو الترويج، واللي من ضمنه او ضمن انشطته الادفرتايزنج اللي هو الاعلان، والتوزيع اللي هو بليس. الادوات دي بنسميها ايه بقى، في عندنا اختيار اولاني ماركتنج كونسبت اللي هو التوجه بالتسويق، وفي بي اللي هي ماركتنج اوفر اللي هو العرض التسويقي، سي ماركتنج ميكس اللي هو المزيج التسويقي، دي ماركتنج بوزيشننج اللي هي ايه تحقيق المكانه السوقيه المستهدفه للمنتج في اذهان العملاء. طبعا الاختيار الصح هو سي، اللي كوركت انسر هو سي ماركتنج ميكس. يبقى هو فعلا ماركتنج ميكس اللي هو المزيج التسويقي هو عباره عن ايه سيت اوف ماركتنج تولز، مجموعه من الادوات التسويقيه ذات ذا فيرم بلندز التي تستخدمه الشركه معا تو بريديوس ذا ديزايرد ريسبونس لتحقيق الاستجابه المرغوبه ان ذا تارجت ماركت في السوق المستهدف. بنقول السؤال 29 ديفايدنج ا ماركت، يعني ان انا بقسم هنا السوق، والمقصود بالسوق هنا طبعا ان ايه اللي هم العملاء او المشترين، بقسم السوق او العملاء او المشترين انتو ديستينكت جروبس اوف بايرز، يعني بقسمهم لمجموعات مختلفه اكوردنج تو طبقا ل زير كاركترستكس طبقا لخصائصهم. مثلا على سبيل المثال السن، مثلا في كبار السن وفي صغار السن، في بالنسبه للنوع في ذكور وفي اناث وغيرها، and behaviors وحسب السلوكيات. ففي عندنا برضك في ناس بتستخدم المنتج بشكل محدود، وفي بتستخدم في ناس تانية بتستخدم المنتج بشكل متوسط، وفي ناس بتستخدم المنتج بشكل مكثف او كثيف. طبعا التقسيمة السوق دي طبقا لخصائص العملاء وطبقا لسلوكيات العملاء بنقول عليه ايه بقى، في اختيار اولاني ماركتنج ميكس اللي هو المزيج التسويقي، الاختيار الثاني بي اللي هو ماركت بوزيشننج اللي هي تحقيق المكانة السوقية للمنتج، تحقيق المكانة السوقية المستهدفة للمنتج، وعندنا سي اللي هو ماركت سيجمنتنج اللي هو تجزئة السوق، ودي اللي هي ماركت تارجتنج اللي هي الاستهداف السوقي. طبعا الإجابة الصحيحة او كوركت انسر السي اللي هي ماركت سيجمنتنج، فماركت سيجمنتنج هي اللي بتعبر عن dividing a market into distinct groups of buyers according to their characteristics and behaviors. هنا بنشوف اللي هو السؤال 30 بنقول arranging for a product يعني التخطيط للمنتج to occupy a desirable place لكي يحتل مكان متميز ومرغوب relative to competing products بالمقارنة بالمنتجات المنافسة in the minds of target consumers يعني في أذهان العملاء أو المستهلكين المستهدفين. يبقى هو التخطيط للمنتج لكي يحتل مكانة مستهدفة أو مرغوبة بالمقارنة بالمنتجات المنافسة، وذلك في أذهان المستهلكين المستهدفين. الكلام ده بنسميه ايه، في عندنا اختيار اول اللي هو ماركت بوزيشننج اللي هو تحقيق المكانه السوقيه المستهدفه للمنتج في اذهان المستهلكين، وفي ماركت تارجتنج اللي هو الاستهداف السوقي، في عندنا ماركت سيجمنتنج اللي هو تجزئه السوق، وفي ماركت ديفلوبمنت اللي هو تطوير السوق. طبعا الكوركت انسر از ايه اللي هي ماركت بوزيشننج اللي هي تحقيق المكانه السوقيه المستهدفة للمنتج في أذهان العملاء أو المستهلكين. ننتقل للسؤال 31 بيقول marketing implementation اللي هو تنفيذ الخطة التسويقية is not of managing the marketing process managing the marketing process اللي هي إدارة العملية التسويقية
A the first step, B the second step, C the third step, D the fourth step. يعني الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. طبعا هنشوف الـ steps of managing the marketing process اللي هي خطوات إدارة العمليات التسويقية. أول خطوة عندنا حاجة اسمها marketing analysis اللي هو تحليل البيئة التسويقية. دي طبعا للتعرف على الفرص اللي في البيئة أو اللي هي الـ opportunities، الفرص اللي في البيئة، زي وجود عملاء محتملين، احتمال يتعاملوا مع الشركة ويشتروا منتجها. وفي برضك اللي هي threats اللي هي التهديدات، مثل وجود منافسين أقوياء للشركة. في بعد كده الخطوة الثانية اللي هي marketing planning اللي هي وضع الخطة التسويقية. الخطوة الثالثة اللي هي marketing implementation اللي هي تنفيذ الخطة التسويقية. فور اللي هي الخطوة الرابعة اللي هي marketing control اللي هي الرقابة التسويقية أو الرقابة على الأداء التسويقي، للتأكد من تطابق الأداء الفعلي التسويقي مع الأداء المستهدف التسويقي، زي المقارنة بين أرقام المبيعات الفعلية وأرقام المبيعات المستهدفة. طبعا هنا correct answer الإجابة الصح هي A C the third step، يعني marketing implementation is the third step، هو يعتبر تنفيذ الخطة التسويقية هو الخطوة الثالثة. of managing the marketing process يعني الخطوة الثالثة في إدارة العملية التسويقية. هنا السؤال 32 بيقول the net return from marketing investment divided by the cost of the marketing investment. هنا بنقول الربح أو صافي الربح الناتج من الاستثمار التسويقي، وهنا هنفترض ان الاستثمار التسويقي هو الإعلانات، فهنا بنقول الربح الناتج من الإعلانات. وطبعا ازاي الربح يكون ناتج من الإعلانات؟ فالربح ده بيكون ناتج من المبيعات، والمبيعات بتكون ناتجة عن قيام الشركة بالإيه؟ بالإعلانات. يبقى هو ربح ناتج من المبيعات والناتجة عن الإعلانات. طبعا divided by بقسمها على cost of the marketing investment، بقسمها على تكلفة الاستثمار التسويقي، وتكلفة الاستثمار التسويقي اللي هو تكلفة الإعلان. في بعد كده الكلام ده بنسميه ايه؟ في عندنا اختيار A marketing offer اللي هو العرض التسويقي، B marketing strategy الاستراتيجية التسويقية، C اللي هو marketing control اللي هي الرقابة التسويقية، D اللي هو marketing return on investment اللي هو العائد على الاستثمار التسويقي. طبعا correct answer او الإجابة الصح هي D اللي هي marketing return on investment. بنشوف النوع الثاني من الأسئلة اللي هو true or false، فبنقول put true or false for each of the following sentences. عندنا السؤال اللي هو 33 بنقول marketing mix اللي هو المزيج التسويقي consists of، بيتكون من two main tools، يعني بيتكون من أداتين. طبعا الانسر طبعا هنا العبارة false، خطأ. الكومنت او التعليق او التصحيح، بنقول marketing mix اللي هو المزيج التسويقي consists of، بيتكون من four main tools، بيتكون من اربع ادوات رئيسية. هذه الادوات زي ار، هي الادوات دي هي ايه؟ product planning اللي هو تخطيط المنتج، وpricing اللي هو التسعير، وpromotion اللي هو الترويج، وplace اللي هو end place اللي هو التوزيع. نشوف هنا النوع الاول من الاسئلة اللي هو multiple choice questions اللي هي الاختيار المتعدد. فهنا طبعا choose the correct answer to complete the following sentences اللي هي طبعا اختار الاجابة الصحيحة لاستكمال الجمل الاتية. السؤال عندنا 34 نقط is evaluating يعني تقييم the attractiveness يعني جاذبية of each market segment لكل قطاع سوقي، تقييم جاذبية كل قطاع سوقي، and selecting one or more segments to enter، واختيار قطاع واحد او عدة قطاعات للدخول فيها. هنا طبعا لو احنا افترضنا ان احنا عندنا شركة عايزة تشتغل في مجال الملابس، فعندنا قطاعات ثلاثة، قطاع الرجال وقطاع السيدات وقطاع الأطفال. فهي طبعا بتشوف أو بتقيم مدى ربحية جاذبية، هنا اللي هي ربحية كل قطاع. لو أنا أنتجت وبعت للرجال الأرباح هتكون قد إيه، ولو أنتجت وبعت للسيدات الأرباح هتكون إيه، ولو أنتجت وبعت للأطفال الأرباح هتكون إيه. فهنا أنا بقيم جاذبية كل قطاع سوقي، وبختار قطاع واحد أو أكتر للدخول فيه وخدمته. هنا طبعا عندنا بالنسبة الكلام ده معناه ايه او ده بيشير لايه؟
في عندنا اجابات بديله، في A اللي هي ماركت السوق، وB اللي هي ماركت سيجمنتنج اللي هي تجزئه السوق، وC اللي هو ماركت تارجتنج اللي هو الاستهداف السوقي، وD اللي هو ماركت بوزيشننج اللي هي تحقيق المكانه السوقيه للمنتج في اذهان العملاء. الكوركت انسر از سي اللي هي ماركت تارجتنج للاستهداف السوقي. فهي الاستهداف السوقي او ماركت تارجتنج از ايفالويتنج ذا اتراكتيفنس اوف ايتش ماركت سيجمنت اند سيلكتنج وان اور مور سيجمنتس تو انتر. ننتقل الى السؤال 35، نقط از ديفايدنج ذا ماركت. طبعا هنا تقسيم السوق، طبعا هنا بنقول السوق اللي هو مجموعه العملاء او المستهلكين او المشترين، بنقسمهم الى انتو جروبس، بنقسمهم الى مجموعات بيزد اون على اساس ايج اللي هو السن، جندر اللي هو النوع، ايديوكيشن اللي هو التعليم، اوكيوبيشن اللي هي الوظيفه، انكم اللي هو الدخل، ماريتال ستاتس اللي هي الحاله الاجتماعيه، ريليجن اللي هي الديانه، اند ناشوناليتي اللي هي الجنسيه. بالنسبه هنا لو حبينا نقسم مجموعه المستهلكين ممكن نقسمهم مثلا بالنسبه للنوع، بالنسبه للنوع الى ذكور واناث، بالنسبه للسن في عندنا طبعا كبار السن، متوسطين السن، صغار السن، بالنسبه للتعليم في تعليم اقل من المتوسط، وفي تعليم متوسط، وفي فوق المتوسط، وفي عالي. بالنسبة للوظيفة في عندنا طبعا في ممكن موظفين قطاع حكومي او عام، في موظفين قطاع خاص، ممكن اعمال حرة. في بالنسبة للدخل في طبعا منخفض الدخل، وفي متوسط الدخل، وفي مرتفع الدخل. في ماريتال ستيتس اللي هي الحالة الاجتماعية، في طبعا اعزب، وفي متزوج، وفي مطلق او ارمل. في بالنسبة للريليجن اللي هي الديانة، في عندنا طبعا في مسلمين وغير مسلمين، وفي عندنا برضك بالنسبه للجنسيه في مصريين وفي اجانب. هنا التقسيمه دي تقسيمه السوق لمجموعات على اساس الايدج اللي هو السن، والجندر اللي هو النوع، والاديوكيشن التعليم، والاوكيوبيشن الوظيفه، والانكم اللي هو الدخل، والمارتال ستيتس الحاله الاجتماعية، والريليجن اللي هي الديانة، والناشونات اللي هي الجنسية. العناصر دي كلها بنسميها ديموغرافيكس اللي هي كاستمر ديموغرافيكس اللي هي العوامل الديموغرافية للعملاء. فهنا طبعا في عندنا اختيارات في جيوغرافيك سيجمنتيشن اللي هو التجزئة على الاساس الجغرافي، وفي سايكوغرافيك سيجمنتيشن التجزئة على الاساس السايكوغرافي، وفي ديموغرافيك سيجمنتيشن اللي هي تجزئة على اساس المتغيرات الديموغرافيه اللي احنا اللي موجوده في العباره دي، اللي هي الديموغرافيك سيجمنتيشن اللي هي العوامل الديموغرافيه للعملاء. وفي بيهيفيورال سيجمنتيشن اللي هي تجزئه السوق على اساس سلوكيات العملاء، اللي هي منها اللي هي الاستخدام، معدل الاستخدام، وبرضك الولاء. طبعا هنا كوركت انسر اللي هي الاجابه الصحيحه هي سي اللي هي ديموغرافيك سيجمنتيشن اللي هي التجزئه على الاساس الديموغرافي. فطبعا بنقول ديموغرافيك سيجمنتيشن از ديفايدنج ذا ماركت انتو جروبس بيزد اون ايج، جندر، ايديوكيشن، اوكيوبيشن، انكم، ماريتال ستيتس، ريليجن، اند ناشوناليتي. وصلنا للسؤال 36، فبنقول dividing يعني تقسيم the market اللي هو السوق او مجموعة العملاء into groups يعني الى مجموعات based on على اساس benefits of a product اللي هي منافع المنتج. وفي بعد كده منافع المنتج زي مثلا ان انا اشتري سيارة عشان هي موفرة في استخدام الوقود، او علشان درجة تعميرها، او علشان جاذبية شكلها، او على اساس او علشان اتساع وكبر حجمها. دي بيسميها benefits of a product. الحاجة التانية اللي هي حاجة اسمها user status اللي هي حالة الاستخدام. فممكن نقسم المستهلكين او العملاء الى المستهلكين، الى في مستهلكين غير مستخدمين لمنتج الشركة، وفي مستخدمين يعني في غير مستخدمين لمنتج الشركة، وفي مستخدمين محتملين لسه
احتمال ان هم يستخدموا منتج الشركة، وفي مستخدمين للمرات الاولى، وفي مستخدمين بانتظام. في بعد كده حاجة اسمها يوسج ريت، اللي هي ايه؟ معدل الاستخدام. ففي ناس بتكون محدودة الاستخدام لمنتج الشركة، وفي ناس متوسطي الاستخدام لمنتج الشركة، وفي كثيفي الاستخدام لمنتج الشركة. في بعد كده عندي اللويالتي، في طبعا اللويالتي اللي هي الولاء. ففي عندنا حاجة اسمها ولاء مرتفع لماركة واحدة، يعني ايه؟ العملاء بيتعاملوا في ماركة واحدة، او بيشتروا ماركة واحدة من المنتج. في ولاء متوسط، يعني ايه؟ العملاء بيشتروا ماركتين للمنتج بيبدلوا. لو انواع مثلا اجبان او البان معينة ممكن استخدم ماركتين. في برضك في ولاء لثلاث ماركات فاكثر، اللي هو بيسموه ولاء منخفض. يعني فهنا الولاء المرتفع بيكون العميل بيشتري ماركة واحدة بس، ولاء متوسط بيشتري ماركتين المنتج بيبدل فيهم، الولاء المنخفض بقى اللي هو ممكن بيشتري ثلاث ماركات فاكثر. ده بالنسبة للولاء، فده بيسميه اللويالتي ستيتس. الكلام ده التقسيم السوق او العملاء الى مجموعات بناء على او على اساس منافع المنتج وحالة الاستخدام ومعدل الاستخدام وحالة الولاء. في الكلام ده معناه ايه ويشير لايه؟ في عندنا سايكوجرافيك سيجمنتيشن، اللي هو تجزئة على اساس السايكوجرافي. وفي ديموغرافيك سيجمنتيشن، اللي هو تجزئة على اساس الديموغرافي. وفي بيهيفيرال سيجمنتيشن، اللي هو التجزئة على اساس السلوكي. وفي جيوغرافيك سيجمنتيشن، اللي هو التجزئة على اساس الجغرافي. هنا بقى الكوريكت انسر، الاجابة الصحيحة هي سي، اللي هي بيهيفيرال سيجمنتيشن، اللي هي التجزئة على اساس السلوكي، او التجزئة على اساس سلوكيات العملاء. نيجي هنا العبارة 37. نقط is dividing a market، تقسيم السوق into different groups، الى مجموعات مختلفة، based on personality characteristics، اللي هي تقسيم السوق الى مجموعات مختلفة بناء على اساس اللي هي الـ personality characteristics، اللي هي الخصائص الشخصية، and lifestyle، ونمط المعيشة او نمط الحياة. هنا لو حبينا مثلا نقسم السوق مثلا بالنسبة للعملاء، في عندنا في عملاء في عندهم منبسطين واجتماعيين، وفي طبعا انطوائيين وغير اجتماعيين. فنلاقي ان اللي هم المنبسطين او الاجتماعيين بيميلوا الى السفر والرحلات والذهاب الى السينمات والمسارح، بينما اللي هو الانطوائيين بيميلوا الى قراءة الكتب ومشاهدة التلفزيون في المنزل. في بعد كده هنا الاختيار بقى هنا تقسيم السوق الى مجموعات مختلفة على اساس الخصائص الشخصية ونمط المعيشة. فهنا طبعا في اول اختيار behavioral segmentation، اللي هو التجزئة على اساس السلوكي. demographic segmentation، التجزئة على اساس الديموغرافي. geographic segmentation، اللي هي التجزئة على اساس الجغرافي. psychographic segmentation، اللي هي التجزئة على اساس السايكوغرافي. فطبعا هنا correct answer is psychographic segmentation، دي التجزئة على أساس الخصائص السايكوغرافية للعملاء. سؤال 38 بيقول providing the whole market with one marketing mix، يعني بقدم مزيج تسويقي واحد أو منتج واحد مثلا بسعر واحد للسوق كله. الكلام ده بيشير لإيه؟ عندنا في الإجابة الأولى اللي هي مايكرو ماركتنج استراتيجي، اللي هي استراتيجية التسويق الجزئي. بي اللي هي undifferentiated marketing strategy، بيسموها استراتيجية التسويق غير المجزأ. في سي اللي هي concentrated marketing strategy، اللي هي استراتيجية التسويق المركز. دي differentiated marketing strategy، اللي هي استراتيجية التسويق المجزأ. في بعد كده طبعا احنا عشان نفهم بس الاستراتيجيات دي بسمها دي اسمها استراتيجيات تجزئه السوق. نبدا باول استراتيجيه اللي هي ظاهره عندنا في الاختيار بي، undifferentiated marketing strategy. الاستراتيجيه دي بتعتمد على ان انا بقدم منتج واحد بسعر واحد للسوق كله زي منتجات البقاله. طيب في بعد كده الاستراتيجيه الثانيه اللي هي ظاهره عندنا في الاختيار دي، لا differentiated marketing strategy، اللي معناه ان انا بقسم اللي بيسموها بقى استراتيجية التسويق المجزأ.
معناه بقسم السوق الى قطاعات وبقدم منتج مختلف لكل قطاع، زي تقسيم سوق الملابس الى رجال وسيدات واطفال، وبقدم منتج مختلف لكل قطاع، بقدم ملابس للرجال وملابس للسيدات وملابس للاطفال. طيب يجي بعد كده الاستراتيجيه الثالثه اللي هي كونسنتريتد ماركتنج استراتيجي، استراتيجيه التسويق المركز. طبعا في الاستراتيجيه دي احنا بنقسم السوق الى عده قطاعات، وبقسم السوق لعده قطاعات، وبقدم منتج واحد لاحد هذه القطاعات، زي تقسيم السوق الى رجال وسيدات واطفال، وبقدم ملابس لقطاع الرجال فقط. ده اسمه التسويق المركز او concentrated marketing strategy. في بعد كده اللي هو بنقول مايكرو ماركتنج استراتيجي، اللي هي استراتيجيه التسويق الجزئي، ان انا بقدم المنتج بتاعي لمجموعه محدوده وقليله من العملاء. الاجابه هنا الاجابه الصح كوركت انسر از بي، اللي هي undifferentiated marketing strategy، اللي هي استراتيجيه التسويق غير المجزأ او الموحد. يبقى providing the whole market with one marketing mix، ان انا بقدم مزيج تسويقي واحد او منتج واحد بسعر واحد للسوق كله. الكلام ده بيتسمى ايه بقى؟ بيتسمى undifferentiated marketing strategy، استراتيجية التسويق غير المجزأ او الموحد. ننتقل للسؤال 39، بيقول نقط is dividing the whole market into different segments and choosing one segment to serve. هنا معناه ان احنا بنقسم السوق كله الى قطاعات مختلفة واختيار قطاع واحد لخدمته. طبعا هنا عندنا مثلا قطاعات زي ما قلنا قبل كده، المثال بتاع الملابس، ان احنا عندنا قطاع للرجال وقطاع للسيدات وقطاع للاطفال، قسمت السوق ده لثلاث قطاعات، وبعدين يعني استقريت ان انا اخدم قطاع او اقدم ملابس لقطاع الرجال فقط. هنا بالنسبه للاختيارات، في عندنا حاجه اسمها concentrated marketing strategy، استراتيجيه التسويق المركز. بي عندنا هنا مايكرو ماركتنج استراتيجي، استراتيجيه التسويق الجزئي. في سي اللي هي undifferentiated marketing strategy، استراتيجيه التسويق غير المجزأ. في بعد كده دي اللي هي differentiated marketing strategy، استراتيجيه التسويق المجزأ. الكوركت انسر او الاجابه الصح هي concentrated marketing strategy، يبقى استراتيجيه التسويق المركز. concentrated marketing strategy is dividing the whole market into different segments and choosing one segment to serve. سؤال 40 بيقول an advantage gained over companies competitors is called. طبعا هنا بنقول الميزة اللي هي advantage gained التي تمتلكها الشركة over companies competitors، الميزة التي تمتلكها الشركة عن باقي المنافسين بتسمى بايه؟ في عندنا الاختيار ايه؟ customer equity اللي هي قيمة العميل، بي اللي هي competitive advantage اللي هي الميزة التنافسية، سي اللي هي customer perceived value اللي هي القيمة المدركة لدى العميل، دي exchange اللي هو التبادل. طبعا الإجابة الصح أو correct answer is بي اللي هي competitive advantage، يبقى هي an advantage gained over companies competitors is called competitive advantage. سؤال 41، نقط is dividing the market، تقسيم السوق into different segments الى قطاعات مختلفة، and offering different marketing mix، وتقديم مزيج تسويقي مختلف او منتج معين بسعر معين مختلف لكل for each segment لكل قطاع. عندنا الاختيارات في A اللي هي marketing targeting اللي هي الاستهداف السوقي، الاختيار B اللي هو market positioning اللي هي تحقيق المكانة السوقية المستهدفة للمنتج في أذهان العملاء، C differentiated marketing strategy استراتيجية التسويق المجزأ، D undifferentiated marketing strategy اللي هي استراتيجية التسويق غير المجزأ أو الموحد. الكوريكت أنسر اللي جابه الصح هي C differentiated marketing strategy أو استراتيجية التسويق المجزأ.
اللي هي is dividing the market into different segments and offering different marketing mix for each segment. نشوف هنا النوع الثاني من الأسئلة اللي هو true or false questions. فهنا بيقول put true or false for each of the following sentences. السؤال هنا 42 بيقول market segment is a set of buyers, يعني القطاع السوقي هو مجموعة من المشترين. Who share common needs or characteristics, اللي هم بيشتركوا في الاحتياجات والخصائص. That the company decides to serve, اللي هم الشركة قررت خدمتهم. طبعا الإجابة هنا الانسر true أو الإجابة صح. نيجي للسؤال 43 The consumers can be divided, المستهلكين ممكن يتقسموا according to their usage rate, طبقا لمعدل استخدامهم للمنتج, into light users, يعني ايه مستخدمين محدودي الاستخدام للمنتج, وفي عندنا حاجة اسمها moderate users اللي هم متوسط الاستخدام للمنتج, وفي and heavy users اللي هم كثيفي الاستخدام للمنتج. طبعا الإجابة هنا صح. يجي هنا للنوع الأول من الأسئلة اللي هو multiple choice questions. فيقول choose the correct answer to complete the following sentences. عندنا هنا السؤال 44 بنقول هنا anything that can be offered, يعني أي شيء يمكن تقديمه to a market, إلى السوق أو إلى العملاء, for consumption or usage, للاستهلاك او الاستخدام, اي شيء ممكن اقدمه للسوق او للعملاء بغرض الاستهلاك او الاستخدام عشان يستخدموه او يستهلكوه. is called, كان ده ايه بقى؟ عندنا الاختيار الاول good, ايه اللي هو good السلعة, b service اللي هي الخدمة, c idea اللي هي الفكرة, d product اللي هو ايه المنتج. طبعا correct answer is d اللي هو product. فبنقول anything that can be offered to a market for consumption or usage is called product. بنيجي هنا للسؤال 45 بيقول the first level of product is, اللي هو المستوى الاول للمنتج هو. طبعا هنا لازم نعرف ان في ثلاث مستويات للمنتج. المستوى الاول اللي هو first level اللي هو core product اللي هو المنتج الاساسي اللي هو عبارة عن المنفعة الأساسية المستمدة من المنتج. وفي عندنا المستوى الثاني أو second level اللي هو actual product اللي هو المنتج الايه الفعلي اللي هو مجموعة المكونات المادية والوظيفية اللي بتمد المستهلك بالمنفعة الأساسية زي الجودة والكمية والعبوة. في عندنا المستوى الثالث اللي هو بنسميه third level اللي هو augmented product اللي هو المنتج الايه الإضافي أو المنتج المدعم أو الإضافي اللي هو بيشمل خدمات ما قبل البيع زي التوجيه والإرشاد للشراء. طبعا واحد ممكن يكون داخل المحل ومحتار يختار أي موديل يناسبه في اللبس, فمندوب البيع بيساعده في ده, فده بنسميه التوجيه والإرشاد للشراء قبل البيع أو قبل الشراء. في بعد كده خدمات ما بعد البيع زي التوصيل للمنزل والتركيب والتشغيل والصيانة والضمان ضد عيوب الصناعة والرد على شكاوى العملاء. عندنا الاختيارات A consumer product اللي هو المنتج الاستهلاكي, B اللي هي core product اللي هو المنتج الاساسي, C industrial product اللي هو المنتج الصناعي, D augmented product اللي هو المنتج الاضافي. الكوريكت انسر بقى الاجابة الصح is B اللي هي core product اللي هو المنتج الاساسي. يبقى the first level of product is core product اللي هو المنتج الاساسي. هنا السؤال اللي هو 46 بيقول consumer products اللي هي المنتجات الاستهلاكية are classified into, يعني المنتجات الاستهلاكية بتصنف الى. عندنا طبعا هنا الاختيار, طبعا قبل ما نخش في الاجابة محتاجين ان احنا نعرف ان احنا البرودكتس بصفة عامة او المنتجات بصفة عامة بتنقسم الى مجموعتين. المجموعة الاولى بيسموها consumer products اللي هي المنتجات الاستهلاكية, والمجموعة الثانية بنسميها industrial products اللي هي المنتجات الصناعية. بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية هي منتجات بيشتريها الفرد بغرض الاستهلاك النهائي مثل المأكولات والمشروبات.
اما بالنسبه للاندستريال برودكتس اللي هي المنتجات الصناعيه، فهي منتجات بتشتريها المنظمه بغرض استخدامها في الانتاج زي الخامات والمنتجات نصف المصنعه. ده التقسيم الاولانيه، ان احنا بنقسم المنتجات الى مجموعتين، مجموعه الكونسيومر برودكتس والمجموعه الثانيه اللي هي اندستريال برودكتس. في بعد كده الكونسيومر برودكتس اللي هي السلع الاستهلاكيه، ليها تقسيمه ثانيه ان احنا بنقسمها بقى لاربع مجموعات. يعني الكونسيومر برودكتس اللي هي السلع المنتجات الاستهلاكيه بنقسمها لاربع مجموعات. المجموعه الاولى بنسميها كونفينينس برودكتس اللي هي المنتجات الاستقرابيه، يعني منتجات بيشتريها العميل او المشتري او المستهلك من اقرب مكان، زي المأكولات والمشروبات. دي بالنسبة للكونفينينس برودكتس بيسميها المنتجات الاستقرابية او المنتجات الميسرة. تيجي النوع الثاني من انواع المنتجات الاستهلاكية اللي هي شوبينج برودكتس، اللي هي منتجات التسوق. منتجات التسوق دي اللي هي ان المستهلك بيقارن بين ماركاتها وموديلاتها وجودتها واسعارها عشان يختار المنتج المناسب ليه، زي الملابس. دي بيسموها منتجات التسوق اللي هي شوبينج برودكتس، اللي هي منتجات التسوق. النوع الثالث اللي هو بيسميه سبيشاليتي برودكتس، اللي هي المنتجات الخاصه زي التحف والالات الموسيقيه، وهي طبعا دي المنتجات الخاصه دي هي بتتميز بخصائص فريده او بعلامات خاصه. بالنسبة بعد كده للنوع الرابع من أنواع المنتجات الاستهلاكية، أنساوت برودكتس اللي هي المنتجات المنسية. يعني منتجات منسية يعني المستهلك نفسه ما بيعرفش إنها موجودة أو مش عارف إنها موجودة، ولو عارف إنها موجودة ما بيفكرش إن هو يشتريها، زي الموسوعات العلمية وزي خدمة التأمين على الحياة. هنا نرجع للسؤال بقى، إن إحنا عندنا هنا الكونسيومر برودكتس آر كلاسيفايد إنتو، يبقى عندنا هنا المنتجات الاستهلاكيه بتنقسم الى يا ترى واحد ايه، يعني تو جروبس، يعني بتنقسم الى مجموعتين، بي اللي هي 3 جروبس ثلاث مجموعات، سي 4 جروبس اربع مجموعات، دي 5 جروبس خمس مجموعات. طبعا احنا عندنا الكونسيومر برودكتس بتنقسم الى اربع مجموعات، فالاجابه سي هي الايه الاجابه الصح، اللي هي 4 جروبس، يعني المنتجات الاستهلاكيه بتنقسم الى اربع مجموعات. السؤال اللي هو 47 نقط، is the product يعني المنتج ذات the consumer either، اللي هو المنتج اللي المستهلك either doesn't know about، اللي هو ما بيعرفش، مستهلك ما بيعرفش عنه حاجة، or knows about but doesn't think of buying، او بيعرف عنه، يعني بيعرف المنتج لكن ما بيفكرش ان هو يشتري. طبعا الكلام ده يخص ايه؟ طبعا هو طبعا ده هنا بيتكلم على السلع المنسية لا unsold product. فبنقول هنا convenience product الاختيار الاول اللي هو convenience product، اللي هي المنتج اللي هو المنتج الميسر او الاستقرابي. بي shopping product اللي هو المنتج منتج التسوق. سي سبيشالتي برودكت اللي هو المنتج الخاص. دي انساوت برودكت اللي هو المنتج المنسي. فالكوريكت انسر از دي اللي هو انساوت برودكت، اللي هو المنتج المنسي، اللي هو المنتج اللي المستهلك ما يعرفش ان هو موجود، ولو عرف ان هو موجود ما بيفكرش ان هو يشتري. هنا في السؤال 48 بيقول برودكتس بوت باي اورجانيزيشن، يعني اللي هي المنتجات المشتراه او التي تشتريها الاورجانيزيشن المنظمه، فور بروسيسنج، وذلك من اجل استخدامها في عمليه التشغيل والانتاج المنتجات النهائيه. طبعا الحاجات دي زي الخامات والمنتجات نصف مصنعه، انا بستخدمها او بشتريها عشان استخدمها في انتاج المنتجات النهائيه، او ان المنتجات دي بشتريها برضك فور كوندكتنج ا بزنس، عشان خاطر اداء الاعمال، زي مثلا اجهزه الكمبيوتر بتساعدني في اداء الاعمال. طبعا المنتجات اللي انا بشتريها بغرض استخدامها في التشغيل او لاداء الاعمال او المساعده في اداء الاعمال، المنتجات دي انا بسميها ايه بقى؟ في عندنا حاجه اسمها كونسيومر، الاختيار الاول ايه؟ كونسيومر برودكت اللي هو المنتج الاستهلاكي،
B convenience product اللي هو المنتج الميسر او الاستقرابي, C industrial product اللي هو المنتج الصناعي, D shopping product اللي هو المنتج منتج التسوق. طبعا هنلاقي الاختيار الصح correct answer او الاجابة الصح اللي هي C industrial product اللي هو المنتج الايه الصناعي. السؤال اللي هو 49 بيقول نقط are the products اللي هي المنتجات ذات a consumer compares اللي المستهلك بيقارن بينها on quality and price على اساس الجودة والسعر in process of purchasing اللي هو طبعا في عملية اثناء عملية الشراء او في عملية الشراء. طبعا عندنا في اختيارات ايه اللي هو unsold products اللي هي المنتجات المنسية, وفي عندنا بي سبيشاليتي برودكتس اللي هي المنتجات الخاصه, سي شوبينج برودكتس اللي هي المنتجات منتجات التسوق, دي كونفينينس برودكتس اللي هي المنتجات الميسره او الاستقرابيه. طبعا منتجات انا بقارن بينها زي الملابس مثلا او الاجهزه, انا بقارن بين الماركات بقارن بين الماركات وشوف جوده كل ماركه وسعر كل ماركه وبختار الحاجه المناسبه ليا من ناحية الجودة ومن ناحية السعر. فطبعا ده هنا بيتكلم على شوبينج برودكتس اللي هي منتجات التسوق اللي هو الاختيار سي. يبقى شوبينج برودكتس ار ذا برودكتس ذات ا كونسيومر كومبيرز اون كواليتي اند برايس ان بروسيس اوف بيرشيسنج. يجي هنا للسؤال 50 طبعا ذا ابيليتي اوف ا برودكت اللي بنقول عليها قدرة المنتج to perform its functions قدرة المنتج على أداء وظائفه أو تحقيق الهدف من شرائه is called بيسمى به عندنا إيه product brand اللي هو ماركة المنتج, B اللي هو product label اللي هو بيان المنتج أو التبيين بتاع المنتج نفسه اللي هو زي مثلا عندنا لو عندنا برطمان مثلا مربى او عسل فطبعا عندنا في بيانات بتبقى مكتوبة على البرطمان ده من خارج اللي هي زي فترة تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والمكونات وغيرها وطريقة الحفظ, فده بنسميه product label. في بعد كده C اللي هو product package اللي هي طبعا عبوة المنتج, في D اللي هي product quality اللي هي جودة المنتج. طبعا الإجابة الصح هنا اللي هي دي اللي هي product quality. فبنقول the ability of a product to perform its functions is called product quality. سؤال 51 نقط is designing and producing a container or rubber for a product. طبعا هنا بنقول ده designing يعني تصميم and producing يعني إنتاج a container يعني وعاء او عبوة يعني or rubber يعني غلاف for a product. طبعا عندنا في اختيارات A اللي هي product labeling اللي هي طبعا تبيين المنتج, B اللي هي product packaging اللي هي تعبئة المنتج, C product branding اللي هي تعليم المنتج او وضع اسمه او علامة للمنتج, D اللي هي product planning اللي هي تخطيط المنتج. طبعا الاجابة الصح هي B اللي هي product packaging اللي هي is designing and producing a container or rubber for a product. سؤال 52 بيقول both pre-selling services اللي هي خدمات ما قبل البيع and post-selling services اللي هي خدمات ما بعد البيع are called عندنا الاختيار A convenience services اللي هي خدمات الاستقرابية. طبعا خدمات الاستقرابية دي او ميسرة زي خدمة الخدمة خدمة الصحية من المستشفيات او خدمة البنكية من البنوك او خدمة النقل والمواصلات, بيسموها خدمات استقرابية او ميسرة بياخدها العميل من اقرب مكان. في بعد كده بي اللي هي شوبينج سيرفيسز اللي هي طبعا ايه اللي هي الخدمات بيسموها خدمات التسوق. يعني مثلا على سبيل المثال لو في خدمة ان انا عايز استأجر شقة, فخدمة تأجير الشقة عن طريق السمسار مثلا دي بيسموها خدمة التسوق. يعني السمسار بيساعدني في ان انا اشوف مثلا شقة او اتنين او تلاتة وقارن بين المواصفات والاسعار بحيث اختار شقة للايجار, دي بيسموها شوبينج سيرفيسز لخدمة او خدمات التسوق. في بعد كده سبيشاليتي سيرفيسز اللي هي خدمات الخدمات الخاصة زي خدمة او الحصول على خدمة الطبية من احد اطباء المشهورين
ان انا بدور على الدكتور ده بالاسم، فدي بيسموها خدمات خاصة. في بعد كده دي اللي هو برودكت سبورت سيرفيسز، اللي هي بيسموها خدمات الدعم، دعم المنتج. وطبعا دي بتشمل طبعا خدمات ما قبل البيع زي الارشاد والتوجيه للشراء، وفي خدمات ما بعد البيع زي التركيب والتشغيل والصيانة والضمان ضد عيوب الصناعة والرد على شكاوى العملاء. هنلاحظ حاجة ان الخدمات دي اللي هي السؤال بيتكلم عنها، اللي هي بري سيلينج سيرفيسز اللي هي خدمات ما قبل البيع، اند بوست سيلينج سيرفيسز اللي هي خدمات ما بعد البيع، اللي بيسموها خدمات دعم المنتج. فالإجابة هنا الصح اللي هي دي، اللي هي برودكت سبورت سيرفيسز. نيجي عندنا هنا للسؤال 53 والأخير. عندنا هنا نقط: is a name a sign or combination of them. طبعا هنا بنقول ده عند اسم أو علامة أو مزيج منهما. that differentiate اللي هي بتميز the product بتميز المنتج from those of competitors اللي هي طبعا اسم أو علامة أو مزيج من الاتنين مع بعض، يعني اللي هما بيميزوا المنتج عن منتجات المنافسين او الشركات المنافسة. طبعا هنا في الاختيار الاولاني اللي هو برودكت براند اللي هي علامة المنتج او ماركة المنتج، بي اللي هي برودكت باكج اللي هي عبوة المنتج، سي اللي هي برودكت ليبل اللي هو بيان المنتج، دي برودكت كواليتي اللي هي جودة المنتج. طبعا الاختيار الصح اللي هو برودكت براند علامة المنتج. عندنا على سبيل المثال لو في اللي هو علامة مثلا اريال ولا حاجة، بنلاقي ان احنا عندنا في اسم اريال وفي النجمة البيضاوية دي، فطبعا دي ده اسم هنا وعلامة في نفس الوقت، يعني اسم اريال وزين للعلامة الشكل ده، فدي بنسميها ايه برودكت براند. وبذلك اكون قد انتهيت من شرح جزء التسويق، وهو الجزء الأخير في مادة الدراسات التجارية باللغة الإنجليزية، مع أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والتفوق. دكتور محمد بركات.